وفي هذا الصدد أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن استمرار منظمة اليونسكو في احتضان هذه الجائزة الدولية للدورة 11 على التوالي هو انعكاس لما حققته من نجاحات متميزة منذ إنشائها برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في العام 2005 على صعيد تحقيق الأهداف الإنسانية لليونسكو. اليوم تعتبر هي من أبرز الجوائز، وهذا ليس كلاما إنشائيا. نعم. أنا أتذكر لما كان هناك اجتماع في المجلس التنفيذي ولجانه المختصة فيما يتعلق بتجديد للجائزة بعد دورة استمرت 6 سنوات. نعم. كنت أحد الأوراق اللي استخدمتها في العرض تقرير من المديرة العامة السابقة يشار فيه إلى أن هذه الجائزة تشكل إضافة إلى جوائز اليونسكو وتوصي بتجديدها. نعم. فلما أقر المجلس التنفيذي الذي هو المجلس الأساسي الذي يرسم سياسة اليونسكو التجديد مرة أخرى، فهذه الجائزة أيضا أكدت مكانة حضارية لمملكة البحرين، وهناك لغة الأرقام هي التي تحكم في الأخير. نعم. نجد أن هناك إقبالا متزايدا على الجائزة من حيث المستفسرين عنها أو عدد المشاركين فيها. جلالة الملك حفظ الله ورعاه وضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية فيما يتعلق بالجانب التعليمي وبالجانب الإلكتروني في أكبر محفل دولي، والدليل صدى وآراء وعدد المتقدمين سنويا. نعم. والمؤسسات التي تأتي من دول عريقة. نعم. وحضاريا ومشهود لها بالتقدم.